طيب هنروح على الخبر الثاني وهو ايضا كره اليد سيدات. امبارح كانت مباراه القمه الاهلي والزمالك على صاله الامير عبد الله الفيصل في تمام الساعه السادسه. استطاع فريقنا فريق السيدات لكره اليد ان يكسب بفرق كبير نادي الزمالك بنتيجه 34-22، فرق 12 هدف وهو رقم كبير. يعني 12 هدف فرق في كره اليد هو يعني زي ما بنقول في الباسكت ده فوق ال 25 نقطه كمان. فامبارح يعني المباراه كانت على زي ما قلت لحضراتكم في اهلي الجزيره، ودي تاني مبارياتنا بعد اول مباراه في سموحه وخسرنا فرق هدفين 26-24، ولكن امبارح عدلنا الكفه مره اخرى وفزنا على نادي الزمالك يعني الفريق او المنافس التقليدي. يعني ان شاء الله يعني مباراه كانت جميله جدا. وانتوا عارفين المدير الفني كابتن زوله، كابتن محمد عادل زوله المدير الفني للفريق الاول اثناء المباراه، يمكن ده الخبر يعني الجاد ان احنا كسبنا، ولكن الخبر اللي خضنا امبارح ان كابتن محمد زوله اثناء المباراه حس بنغزه في صدره. والحقيقه انا اتكلمت النهارده يعني طمنت عليه، هو حس بنغزه في صدره وبعد كده تم نقله بعد المباراه. طبعا انت عارفين الشد العصبي، يعني الناس انا عايز اقول يعني انه الناس فاكره مهنه التدريب دي مهنه سهله، لا خالص. انا نفسي يعني رفضت تماما اخش التدريب لانه الحقيقه موضوع صعب جدا وعلى اعصابك، والحقيقه الواحد يعني زي ما بيقولوا مش مستغني عن اعصابه. فكابتن محمد زوله ربنا يا رب يشفيه، امبارح حس بنغزه في صدره وتم نقله على مستشفى المعلمين فورا، لان الحاجات دي عارفين مهم جدا ان انت تتحقق بسرعه. دخل امبارح دخلوه العنايه المركزه، اطمنوا عليه، عملوا قسطره الحمد لله واطمنوا على كل شيء، الامور تمام. في بعض الامور اللي ممكن تبقى محتاجه توضيح من طبيا، فالاطباء فضلوا انه يعمل كابتن محمد عادل قسطره وعملها الحمد لله رب العالمين، والنهارده خرج من المستشفى بسلامه الله. يعني الحمد لله اطمنوا عليه تماما، ولكن كان مهم طبعا كل حاجه تتعمل بمحمل الجد ويبتدي ياخد لو في امور محتاجه علاج او حاجه، ولكن الحمد لله الازمه عدت بسلام، بنقول له الف سلامه. ويمكن حتى نفس الموقف ده تعرض ليه طبعا كابتن اسلام الشاطر كابتننا الكبير، وكان بيلعب ايضا كره في النادي وحصل برضه ازمه زي كده واتنقل بعد كده للمعلمين مستشفى الملاصقه للنادي الاهلي، وبالفعل كان في مشكله وتم علاجها. يعني قصدي اقول لكم انه يعني مش معنى ان احنا رياضيين او حد رياضي ان احنا يعني ما نتعبش، لا بالعكس بيحصل كده. والف سلامه كابتن محمد عادل، ان شاء الله يكون كويس. وانا بقول لحضراتكم انه خرج من المستشفى النهارده، انا بنفسي اطمنت عليه، طبعا مش من منه لانه ما بيردش على التليفونات، ولكن من المحيطين حواليه الحمد لله هو سليم وبصحه جيده، وان شاء الله هيقود التدريبات الفتره القادمه.